صباح نصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاثاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 5/3/2024 وتعالوا نشوفوا الحواله التربيه في سوق ابو حمص. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا رجال، كل سنه وانتم طيبين، الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله، عرفونا بالاسم والمكان. طيب الاول معلم هناك، الله اكبر معلم جمعه احسن راجل معلم. خش على الواجهه برضه. صباح الفل حجي جمعه، عامل ايه يا غالي؟ عرفنا بالاسم والمكان. المعلم جمعه عبد اللطيف. قاعد فين حجي جمعه؟ السرفي تبع ابو حمو. ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. نيتي كلك ولا فندق كوره ولا انت والسيد؟ تعال سيد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. على راسي يا عرب. بسم الله ما شاء الله. حبيبي يا غالي. اهلا اهلا. حبيبي. حاضر يا صاحبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. بتعرف في 5 هنقولها حلو بالظبط. حبيبي. أنا جاي لك أهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عامل ياما ده صاحبي؟ ب 5.5 5.5. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بيع والشراء يا جماعه ب 5.5 صواب. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. خد اسمع كلامي. الله اكبر. خد اسمع كلامي. المعزوه مكروه. كرمك يوم. بسم الله ما شاء الله. ما تقول لنا الاسعار بتبدا من كام لكام كده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. معاك ده ذكر. اي 28 2800 كان ب 45 من قيمه السوقيه. من قيمه سوقيه ده من 28. يعني الاسعار حلوه كده، اللي عايز يربي يشتري دلوقتي. الاسعار اللي ما يشتري دلوقتي مش هيشتري تاني. مش هيشتري تاني. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. 27 و27 و3000. بسم الله ما شاء الله. ودي انت يا ب 2000. ودي انت يا ب 2000. ودول ب 35000. الاثنين ب 35000. اه بسم الله ما شاء الله. ما غنم ورا الربعيه ب 4000. ب 4000. الكبيره دي. الكبيره دي ب 4. ودي ب 28. ودي ب 25. بسم الله ما شاء الله. يعني من 2000 ل 3000. من 3000 يعني عوض ربنا. يعوض ربنا عليكم. والله يقويكم ويعينكم. معاك رقم تليفون ناخذ له حد اسحاق يتواصل معاكم؟ والله مع الحاج صابر هو اللي مشيل التليفون. مع الحاج صابر. الحاج صابر والحاج صابر. مش عايز يدينا الرقم يبقى اسعار كده مش حلو، مش مظبوط. مش معيش تليفون. انا معيش تليفون. خليك مع الحاج عبد الله بس. خليك مع الحاج عبد الله. صوت وصوت. الله اكبر. لو انت عايز تبيع وتشتري يلا يا صبر. يلا هدي رقمك. معاك التليفون؟ ما معكش عادي. بتشتري في السوق. طب ما تقول لنا الحقيقه بكام ونحط رقمك هتبيع وتشتري. انا شايفه بيهبط العمل جامد بالمعلم اللي بكام بيكلمني. لا بيقلب الدماغ دي. اي بكام وكام بمرض الله؟ هتبيع وتشتري يا عم وتاكل عيش يا دفع حاجة. لكن تهبط العمل ونجي نقول رقمك تقول لي ده انا ماشي تليفون. لا ما ينفعش. 4000. بسم الله ما شاء الله. 4000 نتا ولا دكر؟ دكر. دكر ب 4000. واللي في روحه نتا ولا دكر؟ دكر. كل دول دكوره. كل دول دكوره. يعني 35000 دول ب 35. الواحد ب 3500. اه 3500. 3500 يعني السعر الثابت اللي هتبيعه بيه. ثابت. اه الله يبارك لك. طب والنتايات اللي هناك دي؟ النتايات دي ب 3000 وفي ب 25. 25 وفي ب 35. في ب 25 وفي ب 35. يعني اعلى حاجه كام؟ 4000. 4000. والدكوره اعلى حاجه كام فيها برضو؟ الدكوره معاك من اول 3000 كده وطالع. من اول 3000 وطالع. من اول 3000 كده. الله يبارك لكم. على حسب الحجم وعلى حسب. ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاك. والله هتبيعه وتشتري. 012 012 00 97 97 65 65 79 79. قاعد في ابو حمص؟ ابو حمص. الله يبارك. الحرفه؟ الحرفه. الحرفة ابو حمص. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاد. صباحكم طيب. حج مين؟ حج صبر الطيب. الحج صبر الطيب. الله يبارك لك. ربنا يجعلك طيب على طول يا حج صبري، ويجعل صبعك ابد ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل شعبان حلو علينا ورمضان احلى علينا باذن الله، على المسلمين كلها يا رب. اللهم امين. صباحكم ابد ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. صباح الفل يا معلم. يا مرحبا. صباحك ابد ان شاء الله. عرفنا باسمك ومكانك الاول. جمعه عبد اللطيف الحرباوي من الصرفي. المعلم جمعه عبد اللطيف الحرباوي هيقول لنا الحقيقه بما يرضي الله يا جماعه النهارده. نقول لك والله بما يرضي الله. عيب الشعب ده ما يقولش الحقيقه ابدا. مش عارف ليه كده. ليه كده يا جماعه؟ نكذب لما كله مش لاقي ياكل في الاخر برضه. اي والله. وهنقول لك الحاجه برضه. ليه بيكذبوا؟ مش عارف. صل على النبي. عليه والله ده ب 25. دي ب 5 نتايه؟ لا ذكر. ذكر ب 25. وده الابيض ده
ده ب 3000 دي ب 3000 ب 4000 ب 4000 ذكر والله لا يا عم احنا عايزين وده ذكر انتهى على بعض ذكر انتهى على بعض بكام؟ 61 61 وده ذكر ب 35 وذكر ب 35 وده ذكر ب 36 وذكر ب 36 بسم الله ما شاء الله كده بعرقهم ولا عليهم عرق ولا حي؟ غير عرقهم ما؟ لا ما عليهمش عرق مع عليهم عرق لسه؟ ايوه شاربين ما حطتوش اي عرق عليهم لا الله يبارك لكم ما احنا عايزين المصداقيه يا حاج ليه؟ الناس النهارده بتدور على المصداقيه الله اللي بيرزق ربنا الله يبارك لك يا جمعه انت راجل محترم وراجل عندك مصداقيه وابوك راجل محترم برضه ابنك برضه حاج ولا ابن اخوك الله يبارك لكم ويصلح حالكم احسن راجل الله يبارك له صباحك ابيض احنا عايزين المصداقيه بمرض الله والله هتبيعوا وتشتروا الله يبارك لكم ويصلح حالكم احنا بندور على المصداقيه بمرض الله ليه عشان المشاهد بيدور على الحقيقه عايز يشتري الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع زي ما انتم شايفين يا جماعه انتهيت كرة أمك ادينا الرقم يا معلم جمعة 012 2 582 1451 الصرفي أبو حمص المعلم جمعة الحرباوي الله يبارك لك ويصلح حالك الحرب وناس محترمين الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب اللهم أمين أهم حاجة المصداقية والعالم تتقي الله أنت مفكر الغلاء دي الحكومة اللي بتغلي؟ لا العالم اللي بتغلي العالم يا عم الناس بتستحقر السلع اللي معاه قرشين بيروح ياخد بضاعه يحطها في المخازن صح. ويغلي على غيره طب وليه ما اتقوا الله يا عم العالم تتقي الله ببعضها يا حاج الله يبارك لكم ويصلح حالكم ويهدي العالم يا رب ويصلح حال الجميع كل بنرضف الكل ب 20 جنيه وب 50 جنيه ونقول ربنا كتب لنا ال 100 بناخده الله يبارك لك يا حاج انتوا ناس عندكم مصداقيه بمرض الله الله يصلح حالكم وحال الجميع ويرجع لصباحكم ابيض ان شاء الله عشرة حلال احسن من 100 حرام الله يبارك لك اما نشوف الحول الصغير ده صباح الفل خناط المواشي اليوم اللهم صل عليك يا نبي صباح الفل يا حاج خدته بكام الحول الصغير ده بيبيع فيه الله اكبر ما تقول له بكام يا معلم جمعه على قده زي ما تقول برضه ها حرام علي انا عايز يرضى لسه عايز يرضى يرضى عايز والله يا رب ضحكت ميت المحياه برضه ايوه مروح 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 على قد الله اكبر بسم الله ما شاء الله بطلق لو طريقي بنسيه يعني اعمل له كام يا جمعه كده والله نقول في كام 400 400 جنيه قلت كمان قدام عليا ويعلم به يعيش يموت اه حول ولا قوه راحت يا جد يا جمعه لبس الله اكبر عايز يرضع بس يا جماعه سكتك يا جماعه سكتك لا لا مسكتك طب امه فين يتيم امه لسه ميته من نص ساعه الحول اليتيم الله يقوي العالم ويصلح حالي متشكرين يا عمده كل سنه طيبين الله يبارك لكم كان ب 6000 ده من شهر بقى. كان من شهر ب 6000 النهارده بقى بكام باربعه يعني نزل 2000 يا جماعه كامل النبي نعم الله اكبر بسم الله ما شاء الله ابو سته بقى باربعه يا جماعه اهوت اللي عايز الحواله الجنيه يتصل مع المعلم جمعه الحرباء والله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع واجعل صباحكم ابيض ان شاء الله وانتم طيبين يا غالي ناركم ابيض ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته